بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم معانا درس جديد وهو فقدان الشهية. ما هو فقدان الشهية؟ هو عندما تقل الرغبة الشخص بتناول الطعام، وهناك أسباب كثيرة يمكنها أن تؤثر في شهية الشخص، وتشمل هذه الأسباب المشاكل العقلية وأمراض جسدية التي يمكن أن يصاب بها الإنسان، كما يمكن أن يسبب فقدان الشهية أعراضا كفقدان الوزن أو سوء التغذية، وبالتالي يعد إيجاد السبب الكامن من وراء فقدان الشهية وعلاجه أمر ضروري. أسباب فقدان الشهية، من أسباب فقدان، هناك أسباب طبية عديدة تؤدي إلى فقدان الشهية. بعضها مؤقت، وكان يكون فقدان الشهية من الأعراض الجانبية لبعض الأدوية، وبعضها يكون سبب مشكلة صحية تستمر لفترة طويلة. وفي بعض الأحيان يرتبط فقدان الشهية مع فقدان الشهية العصبية، وفي أحيان أخرى يرتبط بتغير في حاسة الذوق. ومن الأسباب الطبية التي قد يكون من أعراضها الجانبية فقدان الشهية الآتي: أمراض أديسون، وهو مرض يؤدي إلى قصور في وظيفة القدرة الكبدية، مرض الكبد الكحولي، ويعني تدمير الكبد نتيجة الأكثر من شرب الكحول، مرض الأيدي والأقدام والفم، وهذا يحدث نتيجة عدوى فيروسية تسبب تقرحات في الفم وعلى اليدين والقدمين. الربو عند الأطفال، يعد مرض الربو مرضا التهابيا مزمنا يصيب المجاري التنفسية عند المريض. اضطراب نهم الطعام، وهو أحد اضطرابات الأكل، ويعاني المصاب بها من أكل كميات كبيرة من الطعام قالبا بطريقة سريعة، ثم يشعر بالذئب، وقد يؤدي بالتخلص من الطعام المأكول بطريقة غير صحية. السرطان، وهو أثر جانبي للعلاج، يعني هو هم من كذلك، يعني له من تأثيرات الأخرى، مرض حساسية القمح، ويحدث نتيجة رد فعل مناعي ضد يعني نوع من، يعني هو القمح، يعني تحسس من القمح والشعير والحمضة. داء الكرون، حيث يؤثر هذا المرض في القدرة على الهضم الطعام، بالإضافة إلى أعراض الألم والإسهال. الاكتئاب يؤثر في الجسم وكذلك العقل، ويمكن أن يؤثر في طريقة الأكل عند الشخص. داء السكري، الضغط النفسي، الزحار، وهو التهاب يصيب الأمعاء خاصة القولون، وعندما يصيب إسهالا شديدا ويصاحبه دم ومخاط، ويؤدي إلى شعور المريض بالغثيان عند فقدان الشهية. الحمل خارج الرحم، التهاب شقاف القلب، وعدوى نادرة وخطيرة على الحياة تصيب الطبقة أو البطين الداخلي للقلب. مريض ارتجاع المعدي المريئي، وهو اضطراب يؤثر في قلاظة أو ضرر في الأسفل المريء التي تفصل بين المريء والمعدة، مما يؤدي لارتجاع أحماض المعدة إلى المريء. التهاب الكبد الفيروسي، فشل الكلوي، التهاب البنكرياس، التهاب المفاصل الروماتيدية، داء الجرادات، وهو يصيب التهاب الأمعاء الدقيقة، التهاب القولون التقرحي، وهو التهاب يصيب القولون المستقيم. علامات فقدان الشهية، أحيانا من الصعب التفريق بين أعراض فقدان الشهية وسلوكيات اتباع النظام الغذائي، مما
حتى سلوكيات الأكل العادية يمكن التفريق بين فقدان الشهية وحالات الطبية الأخرى عن طريق ملاحظة العلامات المرضية التالية على المريض: فقدان الوزن الشديد، مظهر النحيل، الدوخة والإقماء، الإعياء العام، حدوث اختلاجات، ضعف الأظافر، ضعف الشعر وتكسر وتساقطه، انخفاض ضغط الدم، قياب الحيض وانقطاع الطمث عند النساء، الانتظام عند ضربات، عدم انتظام دقات القلب، عدم احتمال البرد، ارتفاع انزيمات الكبد، الجفاف، شوش العظام، وفقدان الكالسيوم من العظم مما يؤدي إلى حدوث كسور. أما العلامات المرضية الشدة أو الخطيرة، يعني خطورة، التي قد تدلي إلى أن الشخص يعاني من أحد اضطرابات الأكل وهو فقدان الشهية العصبية، فكالآتي: رفض تناول الطعام، تفادي وجبات الطعام، إنكار الجوع حتى عندما يتضور الشخص من الجوع، إيجاد أعذار لعدم الأكل، الوهس بحجم وشكل الجسم، صعوبة في التركيز، تناول أصناف أطعمة معينة وقليلة وعادة ما تكون مخصصة، الدهون والسعرات الغذائية، اعتماد عادات غذائية كطبخ الطعام ذات دم والطهي وجبات أخرى. تشخيص المريض: فقدان الشهية، يتم تشخيص فقدان الشهية بداية بمعرفة الأعراض التي يعاني منها المريض وقياس وزنه وطوله ومقارنته مع المتوسط الطبيعي للطول والوزن، ثم معرفة تاريخ المريض لمريض الأدوية التي يأخذها ومعرفة النظام الغذائي للمريض. كذلك يجب أن يعرف الطبيب وقت بداية ظهور الأعراض ومدى شدة هذه الأعراض، كمية الوزن التي فقدها المريض، وهل حدثت الأعراض إثر حادث مهم في حياة المريض، وهل هذا يعاني من أي أعراض أخرى. هاي أسئلة كثيرة. بعد ذلك يمكن أن يطلب الطبيب فحوصات معينة لمعرفة سبب فقدان الشهية، كفحص البطن بالموجات فوق الصوتية أو طلب تعدد كامل للدم وفحص الوظائف الكبد والغدة الدرقية والكلى وصورة من الأشعة الصينية ورؤية المريء والمعدة والأمعاء دقيقا. كما يمكن أن يطلب الطبيب تصويرا مقطعيا محوسبا للرأس والصدر والبطن والحوض. كذلك يمكن أن يطلب الطبيب فحص حمل إذا كان كانت المريضة أنثى وفحص الفيروسات العوز المناعي البشري وفحص البول وإلى آخره، يعني إلى أكثر من هذا. وعلاج فقدان الشهية: يعتمد علاج فقدان الشهية على أسباب، فمثل إذا كان السبب فقدان الشهية عدوى فيروسية أو بكتيرية، فإن فقدان الشهية في هذه الحالة لا يحتاج علاجاً، فعند الشفاء المريض من هذه العدوى تعود الشهية المريء كما كانت، يعني ماكو أي يعني هي هو من يعني إذا كان مصاب بعدوى فيروسية كانفلونزا أي كائن عدوى فيروسية أو بكتيريا، فعند يعني شفاء من هذه العدوى فترجع حالتها الطبيعية كما هي. الرعاية المنزلية: إذا كانت سبب فقدان الشهية حالة طبية كمرض السرطان أو مرض مزمن، فإن الصعب في هذه الحالة تحفيز الشهية للمرأة، لكن الأكل مع الإهالة ومع الأهل والأصدقاء بالإضافة إلى طبخ الطعام الذي يفضله الشخص أو تناوله في مطعم أو ما شأنه، أن يحفز الشخص على تناول الطعام، بالإضافة إلى ذلك ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة أيضا في تحسين شهية الشخص. من النصائح: قد تجد مع الأشخاص الذين يعانون من فقدان الشهية أن يتم تناول وجبات صغيرة بدلا من كبيرة خلال
خلال اليوم، حيث تتجاوز تستوعبها المعدة بصورة أفضل، مع تأكيد أن تكون هذه الوجبات غنية بالسعرات والبروتينات. ويكون أن يجرب المريض مشروبات بروتين السائلة، هاي نصيحة يمكن أي مريض. يمكن للمريض أن يحتفظ بمفكرة لتسجيل الوجبات التي يتناولها على مدى عدة أيام أو أسبوع، وهذا قد يساعد الطبيب على تقييم كمية الطعام التي يتناولها المريض ومدة انخفاض الشهية. العلاج الدوائي، يمكن أن يصف الطبيب للمريض واحد من الأدوية الفاتحة للشهية، وإذا كان هناك سوء تغذية يتم تزويد المريض بالعناصر الغذائية اللازمة من طريق الوريد، كما يتم العلاج فقدان الشهية الناجم عن الأدوية بتغيير جرعات هذه الأدوية واستبدال الدواء بآخر. ولكن يجب التأكد على عدم تغير الدواء إلا بإعلام الطبيب أو استشارته. إذا اشتبه الطبيب أو أن فقدان الشهية سببه نفسي، فيتم تحويل المريض إلى طبيب نفساني المختص لعلاج السبب سوء إذا كان اكتئابا أم اضطراب أكل أو استخدام خاطئ للأدوية. مضاعفات عدم العلاج فقدان الشهية: إذا كان انخفاض الشهية سبب في حال قصور الأجل، فإن المراجع عود الشهية طبيعية كما سبق دون أي آثار طويلة الأجل. ومع ذلك إذا كان انخفاض الشهية في حالة طبية أو في حالة، فإن الحالة قد تتزايد سوء إذا كانت تركت دون علاج. ويمكن أن ترافق انخفاض الشهية أعراض أخرى شديدة: شعور المريض، التعب الشديد، فقدان الوزن، زيادة معدلات ضربات القلب، ارتفاع درجات الحرارة، التهيج. إذا استمرت حالة فقدان الشهية عند المريض الأكثر من بعض أسابيع، أو سببت لديه سوء تغذية ونقصا في عناصر المهمة في الجسم، فتجب مراجعة الطبيب في أقرب وقت ممكن كي لا يحدث للمريض مضاعفات يمكن أن تهدد حياته. الآن وصلنا إلى آخر المقطع. لا تنسونا من الاشتراك وتفعيل زر الجرس ولايك للفيديو، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.